بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الفيتال سيركيوليشن، اللي هي الدورة الدموية الجنينية أو دورة الدم في الجنين. الليرنينج اوبجكتيفز أو الأهداف التعلم بتاعتنا النهاردة إن شاء الله في آخر المحاضرة نكون قادرين على أننا نعرف الـ components of the fetal circulation، مكونات الدورة الدموية الجنينية، الـ path of the fetal circulation، إزاي الدم بيمر خلال الـ fetal circulation أو الدورة الدموية الجنينية. هنعرف بعض التراكيب اللي هي اليونيك استراكشرز اللي موجودة في فيتال سيركوليشن، بعض التراكيب الفريدة اللي موجودة داخل الفيتس أو داخل الجنين ومش موجودة في الأدلت، زي الدكتس فينوزس، فوريمن أوفالي، والدكتس أرتريوزس. بعد كده في آخر المحاضرة إن شاء الله هنعرف التشينجز اللي بتحصل في الفيتال سيركوليشن أفتر بيرس، بعد الولادة، إيه اللي التغيرات اللي بتحصل داخل الدورة الدموية الجنينية دي، وإيه التغيرات اللي بتطرأ على التراكيب المختلفة. بنشوف في آخر المحاضرة كمان البروبلمز من البرزيستنس أوف ذا فيتال سيركوليشن، بعض التراكيب بتستمر بعد الولادة، دي بتعمل مشاكل في المولود. هنشوف المشاكل دي اللي بنقابلها زي البينت داكتس أرتريوزس والبينت فوريمن أوفال. لو استمرت الداكتس أرتريوزس واستمر الفوريمن أوفالي، دولت بيعملوا مشاكل في المولود بعد الولادة، مفترض في خلال فترة من العمر يكونوا حصل لهم إغلاق كامل. فهنشوف المشاكل اللي هتقابلنا لو استمرت الفيتال سيركوليشن بعد الولادة. دي الايتيمز أو أهداف التعلم بتاع من دراسة الدورة الدموية الجنينية أو الفيتال سيركوليشن. نبدأ على بركة الله. الفيتال سيركوليشن هي السيركولاتوري سيستم اوف ذا فيتس، يعني الدورة الدموية الجنينية هي الجهاز الدوري للجنين. مصطلح دورة دموية جنينية encompasses the entire fetoplacental circulation، مصدر دم الجنين أو مصدر الأكسجين للجنين بيجي منين؟ بيجي من البلاسينتا اللي هي المشيمة، اللي هو التركيب اللي من خلاله بيحدث كونكشن ما بين الجنين والأم. طبعا الجنين موجود داخل الرحم وبيحيط به داخل الرحم البلاسينتا او الايه او المشيمه. هنشوف ان الفيتال سيركوليشن هي شانت ديبندنت سيركوليشن، هنلاقي ان الدم خلال رحلته من المشيمه للجنين، الرسم اللي قدام حضرتك ده، هنلاقي بيحدث مناورات ودم بيعبر ممرات كتير او قناطر كتير، فهو بنقول عليه شانت ديبندنت، يعني ما بيمرش من الام خلال البلاسينتا دايركت كده على القلب بتاع الجنين. الاكسجينيتد بلاد ارايف فروم ذا بلاسينتا ثرو ذا امبيليكال فين، الامبيليكال فين اللي هنشوفه دلوقتي وهنشوف السيركوليشن كامله، طالع من البلاسينتا الامبيليكال فين ودخل للجنين، يبقى مصدر الاكسجينيتد بلاد جاي من البلاسينتا عن طريق ما يسمى بالامبيليكال فين. ركز في اللفظ ده، فين بس بيحمل الهايلي اكسجينيتد بلاد، انما دي اكسجينيتد بلاد، الدم راح للجنين وخد دورته زي ما هنشوف في الدياجرام اللي جاي، وغزة الجنين ورجع عن طريق ايه؟ رجع عن طريق الامبليكال ارتريز، اتنين ارتريز يرجعوا للمشيمة يحملوا الدم الغير مؤكسج. فالفيتال سيركوليشن مبدئيا هي شانت ديبندنت سيركوليشن، الاكسجينيتد بلاد او مصدر الاكسجينيتد بلاد هو الامبيليكال فين اللي جاي من المشيمه، والدم بيرجع تاني للام من الجنين كدي اكسجينيتد بلاد او بورلي اكسجينيتد بلاد عن طريق الامبيليكال ارتريز. نبدا كده ونشوف ايه الدياجرام اللي جاي معانا ده، عملناه لك بشكل لائق، تعرف منه الباث اوف ذا فيتال سيركوليشن وسريان دم في الجنين من الأم من خلال المشيمة. نتعرف على الرسمة اللي معانا دي كده، دي المشيمة ودي مصدر النيوترانت ماتيريال والأكسجين للجنين، طالع منها ايه؟ طالع منها ما يسمى بالأمبيليكال فين، الأحمر اللي قدام حضرتك ده الأمبيليكال فين، والتركيب الكبير ده هو الليفر، ده كده جوه الجنين يا جماعة. المشيمة دي بتبقى حوالين الجنين، احنا بندرس النهاردة الفيتال سيركوليشن الدورة الدموية الجنينية بس، فنتعرف على التراكيب اللي في الرسمة قدامنا، هي البلاسينتا، الكبير ده الامبيليكال فين، ده الليفر، وده الكودال فينا كافا
في الهيومن نسميه inferior vena cava، وده الهارت اوف ذا فيتس، القلب بتاع الجنين اهو، ودي التو لانجس، وهنا بقى الهارت ده الرايت اتريوم وده الرايت فنتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل، وهنا ده يطلع من الليفت فنتريكل يطلع الاورطه. الاورطه الجزء ده بنسميه اسيندنج اورطه، يعمل قوس كده نسميه الاورتيك ارش. ركز معايا في الالفاظ، ده الاورتيك ارش، ويمشي كده كديسيندنج اورطه. الجزء اللي في الصدر من الديسيندنج اورطه ده نسميه ثوراسيك اورطه، والجزء اللي داخل البطن والحوض نسميه ابدومينال اورطه. يبقى ده الاسيندنج اورطه وده الاورتيك ارش، ودي كلها اسمها الديسيندنج اورطه. ده الكودال فينا كافا او الانفيريور فينا كافا، وده الكرينيال فينا كافا او بنسميه سوبيريور فينا كافا. من الاورتيك ارش يطلع مجموعه من البرانشات، الرسمه دي في الهيومن، انما في الانيمالز بيطلع البراكيوسيفاليك ترانك والسبكليفيان ارتريس والبايكاروت ترانك. من الاورتيك ارش يطلع مجموعه من البرانشات تغذي هنا الهيد والنيك بتاع الجنين، ودي التو لانجز الليفت والرايت لانج. احنا كده في الرايت سايد وكده الليفت سايد. حضرتك ملاحظ هنا وجود 3 كولرز او 3 الوان مختلفه. اللون الاحمر ده يدوم على ان ده الشريان ده هو او الوريد ده بيحمل دم هايلي اوكسجينيتد، اهو كلمه هايلي اوكسجينيتد، يعني دم مشبع بالاكسجين. واللون الازرق ده بمعناه ان ده دي اوكسجينيتد بلاد او لو ليفل من الاكسجين، يبقى بيحمل دم غير مؤكسج او دم نسبه الاكسجين فيه منخفضه جدا. اللون البيربل او القرمزي او البنفسجي ده بيحمل دم ميديوم، دم ميكسد، يعني جزء منه اوكسجينيتد وجزء نون اوكسجينيتد بلاد. الالوان دي ما نلاقيهاش في السيركوليشن بتاع الادلت او بتاع اللي هي النيو بورن اللي هو بعد الولاده، بنلاقي دم في المولود بنلاقي دم اوكسجينيتد ونون اوكسجينيتد. في الادلت هي الدوره الدمويه العاديه، يا اما دم اوكسجينيتد يا اما دم نون اوكسجينيتد، انما في الدوره الدمويه الجنينيه او الدم جوه الجنين بيبقى 3 تايبس، في هاي الاوكسجينيتد بلاد وفي لو اوكسجينيتد بلاد وفي الميكس بلاد. الدم بيجي منين للجنين؟ من البلاسينتا. عن طريق ايه؟ عن طريق الليفت امبيليكال فين. هما كانوا اتنين فين وباي فيوجن بقوا فين واحد، وده هندرسه في الامبيليكال كورد او الحبل السري لما ندرس الجنرال امبريولوجي. بنلاقي هو وريد واحد اسمه الليفت امبيليكال فين، وده بيحمل الدم المؤكسج من البلاسينتا اللي هو جاي من دم الام من المشيمه للجنين. يروح فين بقى الليفت امبيليكال فين ده؟ يروح للبورتال فين. بص حضرتك الليفت امبيليكال فين يروح يعمل انستموزس مع البورتال فين، دخل الاول على الكبد. الكبد ده جواه جيوب يا جماعه اسمها الساينوسويد او الجيوب الكبديه. البورتال فين ده يطلع منه الدم عن طريق ما يسمى بالدكتس فينوزس. الدكتس فينوزس دي تنقل الدم من الامبيليكال فين للكودال فينا كافا بالشكل ده كده للكودال فينا كافا. اهو ادي الليفت امبيليكال فين اللي هو حمل دم مؤكسج، دخل للكبد الاول. وضحنا الصوره اكتر اهو، عمل ايه؟ وزع الدم جوه الكبد، ولكن معظم الدم انتقل للكودال فينا كافا اللي انا مشاور لحضرتك عليه ده عن طريق دكت ربنا حبى المكان بتخليقها هنا اسمها الدكتس فينوزس، القناه الوريديه دي اللي نقلت معظم الدم اللي جاي من الامبيليكال فين نقلته للكودال فينا كافا. ولذلك احنا هنا بنقول في شنط في مناوره. ليه بقى؟ الامبيليكال فين دخل على الكبد الاول وبعدين عمل انستموز وزع الدم جوه الساينوسويد والبورتال فين، وبعدين الدم معظم الدم اللي دخل عن طريق الامبيليكال فين راح للكودال فينا كافا عن طريق قناه هنا زي قنطره كده سموها ايه؟ الدكتس فينوزس. يبقى معظم الدم اللي جه من الامبيليكال فين راح للكودال فينا كافا عن طريق الدكتس فينوزس.
علشان نرجع للصورة بتاعتنا تاني نعرف ليه، لان الدم هنا ممكن يحصل تغير في البريجر بتاعه، في الفيلوستي بتاعته، ضغط الدم يزيد او ان السرعة بتاعته تزيد، فما يوصلش بالسرعة دي لقلب الجنين، لان قلب الجنين او البيبي بيبقى لسه ضعيف ما يستحملش زيادة في الضغط. طب الضغط يزيد منين؟ لأي سبب، ممكن اليوترين كونتراكشن، يحصل كونتراكشن في اليوترس بتاعة الأم، انقباضات وبتحصل كتير في الرحم بتاعة الأم، فتزود ضغط الدم اللي رايح لقلب الجنين، فربنا حبق المكان ده بالشانت دي. دخل الاول الامبيليكال فين على الليفر، ومن الامبيليكال فين جت قناة اسمها الدكتس فينوزس، نقلت الدم من الامبيليكال فين للكودا الفينا كافا. ده لو زاد ضغط الدم، كمية من الدم دي تروح تتوزع جوه الجيوب الوردية، دي تعمل ايه؟ الفايز الزيادة من الدم يتوزع جوه فين؟ جوه الكبد، علشان الدم يبقى مستوى ضغطه والفلوستي بتاعته وسرعته ثابتة، تروح ليه؟ قلب الجنين بمعدل يتحمله هذا القلب اللي لسه ما وصلش ليه الفول فانكشن بتاعته، لسه قلب ضعيف، فاتوزع الدم جوه الساينوسويد. ده لو زاد ضغط الدم يتوزع جوه الساينوسويد هنا، انما معظم الدم باي باس كده يعدي فين؟ يعدي عن طريق الدكتس فينوزس، من الدكتس فينوزس يروح فين؟ للكودا الفينا كافا بالشكل ده كده. يبقى وصل للكودا الفينا كافا يا جماعه، دلوقتي لسه فين؟ في الكودا الفينا كافا. الكودا الفينا كافا له جزئين يا جماعه، جزء بيحمل دم احمر زي ما حضرتك شايف، انما الجزء الخلفي منه نان اوكسجينيتد. من الكودا الفينا كافا الدم يروح فين؟ والدم اللي راح للكبد هنا دخل جوه الساينوسويد يروح فين؟ اللي دخل جوه الساينوسويد انترز الساينوسويد جوه الليفر زي ما حضرتك شايف في الرسمه كده، يرجع برضو للكودا الفينا كافا عن طريق الهيباتيك فينز. الهيباتيك فينز دي تصب الدم اللي دخل جوه الكبد للكودا الفينا كافا برضو. من الكودا الفينا كافا الدم يروح فين؟ يروح على الرايت اتريوم. ادي الرايت اتريوم اهو. من الرايت اتريوم بقى، المفترض ان احنا عارفين ان من الرايت اتريوم في الدورة الدموية العادية او الدورة السيستميك سيركوليشن، انه يروح للمفروض الطبيعي انه يروح للرايت فينتريكل، لا ده الدم هنا هيعدي عن طريق ثقب في الانتر اتريال سيبتم، الفاصل ما بين الاتنين اتريا، ده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم. الفوريمن اللي موجود هنا بنسميه فوريمن اوفالي. الفوريمن اوفالي ده ينقل الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، يبقى ينقل الدم من الاذين او البهو الايمن للبهو الايسر. طب ليه الدم منزلش هنا؟ ده كمية قليلة بتفضل في الرايت اتريوم تنزل للرايت فينتريكل، انما معظم الدم يعدي من الكودا الفينا كافا على الرايت اتريوم ويروح للليفت اتريوم. طب يروح للليفت اتريوم ليه؟ لتلات اسباب. اول سبب ان الاوبننج of the caudal vena cava face the foramen ovale directly زي ما حضرتك شايف، فتحة الكودال فينا كافا مواجهة على طول للفوريمن اوفالي اللي انا بشاور عليه ده، اللي هو الثقب البيضاوي ده. يبقى الدم باندفاعه اللي هو جاي من الكودال فينا كافا، اللي هو جاي اساسا من الامبليكال فين، يندفع ينتقل من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. في ايه تاني؟ الانتر اتريال سيبتم ده في ثقب بنسميه الفوريمن اوفال، ولكن في سيبتم بريميوم وسيبتم سكندم. السيبتم سكندم او الفاصل الثانوي اللي اتكون هنا لسه ما قفلش، امال ايه اللي حصل بقى؟ ان السيبتم سكندم عمل فالف لايك استراكشر. الفالف لايك استراكشر دي بتساعد على سريان الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، بتساعد على ان الدم ينتقل من ناحيه الرايت لناحيه الايه؟ الليفت. ثالث سبب، هاي بريشر ان ذا رايت اتريوم ذان ذا ليفت وان. في الرايت سايد والليفت سايد
في الجنين المفترض ان الضغط متعادل، ولكن اللنج دي يا جماعة مش شغالة. ده اللنج دي لسه الالفولاي بتاعتها مقفولة، ما دخلهاش هوا، لسه ما اشتغلتش اللنج دي. الجنين كله موجود فين؟ ده موجود جوه المشيمة، حواليه امنيوتك فلويد، حواليه سوائل من الامنيون، احد الاغشية الجنينية. فاللنج دي لسه ما دخلهاش هوا، كولابسد مقفولة. فالضغط فيه الرايت سايد بيبقى في الجنين اعلى من الليفت سايد. ليه بقى؟ لان كمية دم جاية من الكودة الفينا كافا ناحية الرايت سايد كبيرة جدا، جاية من الام، والمفترض ان الاتنين لانج مش شغالين. طب ما يا دكتور كده الاتنين لانج مش شغالين، الضغط هنا زي الضغط هنا؟ لا، الضغط في الرايت سايد اعلى. طب اعلى ليه؟ علشان الكودا الفينا كافا ده جايب كمية دم من الام، فبقى الرايت سايد الضغط فيه اعلى. هاي بريشر ان ذا رايت اتريوم ذان ذا ليفت وان ديو تو ذا نون فانكشن لانجز، اللانجز ما اشتغلتش، فبقى الدم ضغطه هنا اعلى، فينتقل من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان الدم اللي هو هايلي اوكسجينيتد يا جماعه، اللي انتقل من الكودا الفينا كافا الاحمر ده، انتقل من الرايت للايه؟ للليفت دايركتلي على طول. بعد الليفت اتريوم يروح فين؟ من الليفت اتريوم ينزل عن طريق الاتريو فينتريكولار اوفيس للليفت فينتريكل. يبقى من الليفت اتريوم للليفت فينتريكل. من الليفت فينتريكل يروح فين؟ للاسندنج اورطة. دي اسمها اسندنج اورطة. الاسندنج اورطة تودي كمية صغيرة للديسندنج اورطة. الاسندنج اللي احنا شايفينها دي تودي كمية قليلة لايه؟ للديسندنج اورطة، سمول اماونت. انما معظم الدم يروح فين يا جماعة؟ يروح للاورتك ارش. يروح للاورتك ايه؟ ارش. يبقى طلع الدم من الليفت فينتريكل ده راح للاورطة، راح لانه جزء في الاورطة الاسندنج اورطة الاول. الاسندنج اورطة تدي كمية دم للكوروناري ارترز اللي هي راح تغذي الايه؟ القلب نفسه. عاوزين القلب ده يتغذى عشان يبدا يشتغل. طب وبعد كده الدم يروح فين؟ يروح للاورتك ارش. يبقى من الاسندنج اورطه للاورتك ايه؟ ارش. الاورتك ارش ده يطلع منه برانشات، يطلع منه البراكيو سيفاليك ترانك. البراكيو سيفاليك ترانك يطلع منه السبكليفيان، ويطلع منه البايكاروتيد ترانك اللي هو بينقسم بعد كده للاكسترنال كاروتيد والانترنال كاروتيد. البرانشات دي راح تغذي فين يا جماعه؟ راح تغذي الهيد والنك هنا. فالاورتك ارش ده يبدا يغذي منطقه الهيد والنك، فاحنا عاوزين هايلي اوكسجينيتد بلاد لمنطقه البرين، للدماغ بتاع الجنين، ده اهم جزء فيه او العضو الحيوي في الجنين. من الاورتك ارش الدم اللي هو هايلي اوكسجينيتد اللي حضرتك شايفه باللون الاحمر ده يبدا يغذي منطقه الهيد والنك. وبعد كده الدم اللي راح للهيد والنك وراح للبرين يرجع عن طريق ايه؟ عن طريق الكرينيال فينا كافا اللي حضرتك شايفه باللون الازرق اللي انا بشاور عليه ده، يرجع عن طريق الكرينيال فينا كافا او بنسميه في الهيومن سوبيريور فينا كافا. يرجع فين؟ يرجع للرايت اتريوم. للرايت اتريوم اللي هو كان جاي له دم مؤكسج، بس عدى الدم المؤكسج وراح للليفت عن طريق الفوريمن اوفال، فرجع الدم هنا للرايت اتريوم. من الرايت اتريوم يروح فين الدم؟ هيروح للرايت فينتريكل. بص حضرتك بقى لونه بيربل او لونه قرمزي او بنفسجي اهوت. ليه؟ لان الدم اختلط، كان في شويه دم هايلي اوكسجينيتد فاضلين هنا نزلوا جوه الفينتريكل، وجاله دم هنا من الكرينيال فينا كافا نان اوكسجينيتد نازل على الرايت اتريوم، راح فين؟ راح للرايت فينتريكل. من الرايت فينتريكل يروح الدم فين يا جماعة؟ يروح للبالموناري ترانك. بص ركز معايا بقى، من الرايت فينتريكل يروح للبالموناري ترانك. البالموناري ترانك ده مودي فين يا جماعة؟ الدم بينقسم ليه رايت وليفت بالموناري ارترز. البالموناري ترانك ده يدي رايت وليفت بالموناري ايه؟ رايح للنج. احنا عاوزين نوصل كمية دم اللنج تغذيها كعضو، انما اللنج هي مش شغالة. 1% من الدم بتاع الجنين اللي بيروح لللانجس لانها لسه كولابسد، لسه اللنج دي مقفوله ما دخلهاش هوا، ما اشتغلتش لان لسه الجنين ده ما اتولدش. فالبالمونري ترانك ده يروح فين؟ يودي الدم بتاعه للاورطه. الاورطه ازاي يا دكتور؟ لا ده راح فين؟ ده المفروض مودي لللانج. ده معظم الدم اللي رايح من الرايت
فنتريكل للبلمونري ترانك يصب في الاورطه، يصب عن طريق ضغط بيسموها الضغطس ارتريوزس. ضغطس ارتريوزس، ده احنا سمعنا دلوقتي في حاجه اسمها ضغطس فينوزس وفوريمن اوفال والضغطس ارتريوزس، دي كلها تراكيب مش موجوده غير في الجنين. الضغطس ارتريوزس دي تنقل الدم اللي تم ضخه من الرايت فنتريكل للبلمونري ترانك، جزء منه صغير قوي يروح للاتنين لانجس عن طريق البلمونري ارتريس، وكميه الدم اللي جايه من البلمونري ترانك تروح للاورطة عن طريق الضغطس ارتريوزس، تصب فين؟ في الاورطة، في الديسندنج اورطة. ادي الضغطس ارتريوزس دي. طب كميه الدم بقى اللي راحت لللانج يا جماعه، زي ما راح للكبد قبل كده، كمية الدم اللي راحت لللانج عن طريق البلمونري ترانك اللي هو انقسم لاتنين بلمونري ارترز، كمية الدم اللي راحت لللانجز دي ترجع ازاي؟ ترجع عن طريق البلمونري فينز زي الدورة العادية. ادي البلمونري فينز، يبقى الدم اللي دخل للاتنين لانج دول كمية قليلة قوي، علشان هم مش شغالين، ده كمية دم تخليهم عايشين بس، تغذيهم كعضو. كمية الدم اللي راحت لهم عن طريق البلمونري ارتري ترجع عن طريق البلمونري فين، ترجع فين؟ للليفت اتريوم بالشكل ده كده. بص رجعت للليفت اتريوم. امال الدم بقى اللي راح في الديسندنج اورطة يمشي فين؟ يمشي في الديسندنج اورطة وينتهي في اتنين انترنال ايلياك ارترز اللي انا بشاور عليهم دول، الانترنال ايلياك ارترز. اما ندرس تشريح الابدومن والبلفس هنلاقي نهايه الاورطه خالص يا جماعه هم اتنين انترنال ايلياك ارترز. الاتنين انترنال ايلياك ارترز يطلع منهم اتنين ارترز بنسميهم ايه؟ امبيليكال ارترز، مع ان اسمهم ارترز بس بيحملوا اللون البنفسجي لانه بيحملوا دم دي اوكسجينيتد بلاد، الدم اللي جاي من الجنين بقى ورايح للام عن طريق ايه؟ الامبيليكال ارترز. الامبيليكال ارترز تصب فين؟ هتصب في البلاسينتا تاني، تودي الدم بقى دي اوكسجينيتد للام. دي انيميتد بيكتشر للفيتال سيركيوليشن، زي ما حضرتك شايف الدم طالع من البلاسينتا اللي انا بشاور عليها دي البلاسينتا عن طريق ايه اللي انا هشاور عليه ده؟ ايه؟ الامبليكال فين. الامبليكال فين ده دم حامل دم واكسجين راح للكبد، علشان لو ضغط الدم زاد يتوزع الزيادة من الدم داخل الصيناصيب بتاع الكبد، ولكن معظم الدم يعدي عن طريق الضغطس فينوزس ويروح فين يا جماعة؟ يروح للكودا الفينا كافا، ومن الكودا الفينا كافا يروح للرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم يعدي عن طريق الفوريمن اوفال يروح فين؟ للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم يروح لفين؟ للليفت فينتركل، ومن الليفت فينتركل يروح للاورطة اسندنج اورطة، بعد كده اورتك ارش، بعد كده ديسندنج اورطة. الاورتك ارش يطلع منه البراكيوسيفاليك ترانك والسابكليفيان والكومن كاروتيد ارترز، يروح يغذي الهيد والنك هنا، ويرجع الدم عن طريق عن طريق كرينيال فينا كافا، والدم اللي راح للديسندنج اورطة يرجع للام عن طريق ايه؟ الاثنين دول بنسميهم ايه يا جماعه؟ امبليكال ارترز. ده في الهورس. في المير في الجنين بيبقى ادي الامبيليكال ارتري يحمل الدم المؤكسج ودخل على الليفر وعن طريق الضغطس فينوزس نقل الدم للكودا الفينا كافا ومشي بالدوره اللي احنا قلنا عليها، يمشي اهوت للهيد والنك عن طريق الكومن كاروتيد ارتري والبراكيوسيفاليك ترانك. الدم نضمن كمية من الدم الهايلي اوكسجينيتد توصل للايه؟ للبرين، ويرجع تاني الدم الغير مؤكسج عن طريق ايه؟ عن طريق كرينيال فينا كافا، عن طريق كرينيال فينا كافا. والدم اللي يرجع للام عن طريق الامبليكال ارترز بيبقى ميكس بلاد ويرجع للبلاسينتا هنا تاني، دي البلاد فيسز بتاع البلاسينتا. لو النهايه لحضرتك بالشكل ده، ده كان الباسوي اوف ذا فيتال سيركيوليشن. فبنقول ان الفيتال سيركيوليشن هي شانت سيركيوليشن، شانت 3 شانت، ثلاث منورات او ثلاث قناطر بيعدي منهم الدم. اول شانت اللي حضرتك شفتها اللي هي في الكبد بنسميها ايه؟ ضغطس فينوزس. يبقى شانت 1 او المنوره اللي عملها الدم داخل الكبد الاول عن طريق ما يسمى بالضغطس فينوزس، اهو ادي الضغطس فينوزس. الدم زي ما قلنا جه من الامبليكال فين راح الاول للكبد
وهو قبل ما يدخل الكبد كده ربنا خلق قناة سموها ايه؟ سموها الدكتس فينوزس، تنقل معظم الدم الماجوريتي اوف ذا بلاد، تنقله من الامبلايكال فين اللي هو بيحمل هاي الاكسجين بلاد للكودا الفينا كافا. طب ليه بقى دخل الاول هنا وعمل انستموزس ودخل الساينوسويد مع البورتال فين، مع ان الدم اللي هيدخل جوه الساينوسويد يرجع يصب في الكودا الفينا كافا عن طريق الايه الهيباتيك فينز؟ الدم اللي دخل من الامبلايكال فين هنا ودخل جوه الساينوسويد هيرجع تاني للكودا الفينا كافا هو كمان عن طريق الايه الهيباتيك فينز. طيب دخل هنا ليه؟ عشان قلنا لو ضغط الدم زاد من ناحية الأم عن طريق حصل لو حصل يوتراين كونتراكشن، كمية الدم الزيادة نتيجة زيادة ضغط الدم يحصل له ايه؟ يحصل له بقى انه يمشي في الساينوسويز، الدم جاي هنا سرعته قوية جدا، الفلوستي هاي والبريجر هاي، فما يوصلش القلب بالضغط العالي ده، ده لو الضغط عالي ناحية الأم، فكمية من الدم تدخل جوه الجيوب بتاع الكبد دي. طب كمية الدم اللي دخلت هنا برضو هتروح فين؟ برضو هترجع للكودا الفينا كافا عن طريق الهيباتيك فينز. انما معظم الدم اللي جاي من الامبلايكال فين يروح للكودا الفينا كافا عن طريق الدكتس ايه فينوزس. فالاكسوجينيت بلاد ترافل فروم ذا بلاسينتا فيا ذا امبيليكال فين اند موست ات باي باس ذا ليفر باي ذا واي اوف ذا دكتس فينوزس. يبقى معظم الدم يعدي يعبر ويتجاوز الكبد عن طريق الدكتس فينوزس ويروح للكودا ليه فينا كافا. قال لك ان البورتو سيستميك شانت دي بتبقى موجوده في الفولز اللي هي المهر بتاع الخروف الدوجز. تاني شانت موجوده اللي هي الفورامين اوفال. الفورامين اوفال ده بيعمل ايه؟ ده اوبننج بتوين التو اتريا. الانتر اتريال سيبتم مش كامل، في ثقب هنا اسمه ايه الثقب البيضاء او الفورامين اوفال، ده نقل الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. زي فورامين اوفال از ان اوبننج بتوين ذا تو اتريا انيبلنج ذا بلاد تو دايركتد انتو ذا سيستميك سيركوليشن باي باس ذا لانجز. ذا سيبتم سكندم دايركت ماجوريتي اوف ذا بلاد entering the right atrium through the foramen ovale into the left atrium where it is mixed with the small volume of the blood returning from the non-functional lungs via the pulmonary vein. الدم اللي اختلط هنا يبقى جاي من اللانجز، يبقى تاني شانت او تاني مناورة او ممر حصل للدم قلنا الدكتس بنص اول واحدة، تاني حاجة الفورامين اوفال، تالت واحدة ايه؟ برافو الدكتس ارتريوزس. اهي بقى تالت واحدة او تالت شانت اسمها الدكتس ايه؟ ارتريوزس. فين الدكتس ارتريوزس دي يا جماعة؟ بص حضرتك معايا، احنا قلنا ده اسمه ايه؟ السندنج اورطة مش كده؟ وده الاورطك ارش وده الديسندنج اورطة. امال اللي طالع من الرايت فينتريكل ده اسمه ايه؟ اسمه بالموناري ترانك. البالموناري ترانك ده اهو انا بشاور عليه اهو، البالموناري ترانك في قناه ما بين البالموناري ترانك ده وما بين الاورطه بيسموها ايه؟ بيسموها الدكتس ارتريوزس. اهي دي الدكتس ارتريوزس، القناه الشريانيه. القناه الشريانيه دي بتجمع ما بين ايه يا جماعه؟ ما بين البالموناري ترانك، يعني واصله او مصوره ما بين ايه؟ ما بين البالموناري ترانك وما بين الاورطه. يبقى مش كل الدم اللي بيضخ من الرايت فينتريكل عن طريق البالموناري ترانك ده يروح للاتنين لانجز، فكميه قليله تروح عن طريق البالموناري ارترز دي. امال الدم معظمه اللي رايح عن طريق البالموناري ترانك ده يروح فين؟ يروح للاورطه عن طريق الدكتس ارتريوزس، القناه الشريانيه دي. يبقى الدم اللي رايح من البالموناري ترانك يروح للاورطه معظمه عن طريق الدكتس ايه؟ ارتريوزس. وهنشوف الدكتس ارتريوزس دي بتقفل يا جماعه بعد الولاده. دكتس ارتريوزس كونكت ايه بقى؟ البالموناري ارتري او البالموناري ترانك تو ذا اورطه اند الاو ايكويفالنت فينتريكولار فانكشن ان ذا فيتس. ذا بلاد فروم ذا رايت فينتريكل، من الرايت ايه؟ فينتريكل، بامب تو ذا بالموناري ترانك وير ديو تو هاي ريزيستنس ان ذا كولابسد فيتال لانجز. اللانجز ما اشتغلتش، فالدم اللي رايح من الرايت فينتريكل عن طريق البالموناري ترانك يروح لللانجز
كميه قليله منه بتروح للانجس عشان هي ايه كلها بسد مقفوله لسه ما اشتغلتش لسه ما خلاش هوا، لان احنا بنتكلم في الجنين داخل الرحم. موست اوف ذا بلاد ان ذا اورتا از ان ريتيرن تو ذا بلاسينتا فور اوكسجينيشن ثرو امبليكال ايه ارترز. الدم اللي جه من البلمونري ترانك ده راح فين؟ راح للاورتا. الاورتا تبدا تغذي بقى الابدومينال فيسرا والبلفيك فيسرا اللي هي الجات والكيدني هو الاخره، وبعدين يرجع الدم عن طريق ايه الامبليكال ارترز يرجع للبلاسينتا تاني عشان يعاد تحميله بالاكسجين والنيوترانت ايه ماتيريال. فاحنا بنقول يا جماعه ان فيتال سيركوليشن هي شانت سيركوليشن، فيها شانتس فيها قناطر ومنورات ليه؟ علشان نحافظ على continuous supply of the highly oxygenated blood من البلاسينتا عن طريق الامبيليكال فين، وعودة الدم من الجنين للأم طريق الامبيليكال ارترز. في فلو شارت اوف ذا فيتال سيركوليشن عملنا لحضرتك شارت او رسم للفيتال سيركوليشن، ادي من البلاسينتا للامبيليكال فين يعدي على الليفر الاول وعن طريق الداكتس فينوزس، قلنا يودي الدم للكودا الايه فينا كافا، من الكودا الفيناكافا يروح للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم يروح عن طريق الفوريمن اوفال يروح فين للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم يروح للليفت فينتريكل، ومن الليفت فينتريكل يروح للايه للاورطه. الجزء من الدم يتبقى في الرايت اتريوم يروح للايه للرايت فينتريكل، ينزل على الرايت ايه فينتريكل، يروح للبالمونري ترانك اللي هو برضه هيرجع يصب في الاورطه عن طريق الدكتس ارتريوزس، ولكن جزء من الدم اللي راح للبلمونر ترانك يروح للايه لللانجس، والدم اللي راح لللانجس يرجع للليفت اتريوم عن طريق البلمونري فينز. طب اللي راح للاورطة ده يروح فين؟ يروح للسيستميك سيركوليشن، يغذي الجنين بقى جسم الجنين كله ويرجع للبلاسينتا عن طريق ايه الامبيليكال ارتريز، يرجع للايه للبلاسينتا. يبقى بقى عندنا في ثلاثة شانتس، داكتس فينوزس والفورامين اوفال وتالت شانت اللي هي ايه داكتس ارتريوزس، بالشكل ده اللي بيشاور عليهم دول الثلاث ممرات اللي مر منهم الدم خلال دورة الدموية للايه للجنين. دي فولو تشارت عملناها لحضرتك تشوف من خلالها الدورة الدموية الجنينية. انظر تشارت البلد في الفيتال سيركوليشن عندنا قلنا في 3 تايبس اوف ذا بلد موجودين في الجنين، في هايلي اوكسجينيتد بلاد، وده جاي له منين يا جماعه؟ جاي له من الامبيليكال فين، ده بيبقى هايلي اوكسجينيتد. الدي اوكسجينيتد بلاد اللي هو لو النبي اللون الازرق ده بيبقى موجود فين؟ في الكرينيال فينا كافا، الدم راح عن طريق البرانشات بتاع الاورتك ارش البراكيوسفاليك ترانك راح غذى الهيد والنك، واهم حاجه عندنا ان يحصل وصول دم عالي في نسبه الاكسجين او هايلي اوكسجينيتد بلاد للبرين للدماغ بتاع الجنين. الدم وصل للدماغ بتاع الجنين وتغذى عليه وخد النيوترنت ماتيريال، رجعت الوسط برودكت والثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد رجع عن طريق ايه الكرينيال فينا كافا او السوبيريور فينا كافا، يبقى بنلاقي الديوكسيدنت بلاد معظمه جاي فين؟ ما موجود فين؟ في الكرينيال فينا كافا. الميكس بلاد بنلاقيه فين؟ في الرايت فينتريكل وفي الاورطه، وهنشوف دلوقتي نسب الاكسجين في البلاد تباعا. فبقى عندنا 3 types of the blood بالشكل ده كده. بقى البلاسينتا طالع منها الامبيليكال فين، الامبيليكال فين نسبة الاكسجين فيه 80%، يروح للليفر، الليفر يودي للبورتال فين، البورتال فين بتبقى نسبة الاكسجين فيه قليلة، في الليفر يروح عن طريق يروح للرايت اتريوم عن طريق الكودا الفينا كافا، الكودا الفينا كافا الجزء الخلفي منه نسبه الاكسجين في 26%، انما نسبه الاكسجين في الجزء الامامي منه بقى هايلي اوكسجينيتد بتبقى 67%. من الرايت اتريوم يروح الدم للليفت اتريوم ويودي شويه للبالمونري فينز، الدم يروح من الليفت اتريوم للهيد والنك، واللي في الرايت اتريوم جزء منه يروح لللانج. دي نسب الاكسجين يا جماعه او الاكسجينيشن بتاعه الدم داخل الاجزاء المختلفه للدوره الدمويه الجنينيه. في الاخر ده بيصب فين يا جماعه؟ في الديسندنج اورطه، نسبه الاكسجين هنا في الديسندنج اورطه بتوصل 56%، او اللي وصل للانج عن طريق الداكتس ارتريوزس من البلمونر ترانك يروح للاورطه كمان عن طريق الايه الداكتس ارتريوزس، اللي في البلمونر ترانك يصب في الديسندنج اورطه، والديسندنج اورطه في النهايه تصب فين؟ في البلاسينتا عن طريق ايه بقى ده
الديسندنج اورتا، لو انا شاورت على الجزء ده اسميه ايه بقى اللي وصل من الاورتا للبلاسينتا عن طريق الامبليكال ارتر. فبقى عندنا الامبليكال فين نسبه الاكسجينيشن فيه 80%، الابدومينال كودا الفينا كافا والبورتال فين حوالي 28%، الثوراسيك كودا الفينا كافا حوالي 67%، الكرينيال فينا كافا اقل اكسجينيشن 25%، البالمونري فين 42%، البالمونري ترانك 52%، الامبليكال ارترز خلاص اللي هتوصل للبلاسينتا دي نسبه الاكسجينيشن فيها 56%. ادي الهايلي اوكسجينيتد بلاد جه منين؟ جه من البلاسينتا في الامبليكال فين زي ما حضرتك شايف، وعدى من الرايت اتريوم لل ليفت اتريوم، بعد كده الليفت فينتركل، وصل عن طريق الاورتك ارش للهيد والنيك والابر ليمبس، ورجع عن طريق الكرينيال فينا كافا او السوبيريور فينا كافا، والدم اللي راح للاورتا الديسندنج اورتا اللي انا بشاور لحضرتك عليها تاني دي واللور ليمبس، رجع للبلاسينتا عن طريق ايه؟ عن طريق الامبيليكال ارترز، اي اليو اي دي اللي هي الامبيليكال ايه ارترز اللي هو ميكسد بلاد، هنا رجع تاني للبلاسينتا عن طريق الامبيليكال ارترز، ويعاد تحميله بالاكسجين والنيوترنت ماتيريال من ناحيه الام، وبعد كده يروح للجنين تاني عن طريق الامبليكال ايه فين. بالشكل ده كده نسبه الاكسجينيشن في الدم الامبليكال فين ده اكثر حاجه بتحمل ايه اكسجينيت بلاد. شايف ده الماتيرنال سايد وده الفيتال سايد، ده ناحيه الام وده ناحيه الايه الجنين. ادي الفيتال سيركوليشن ناحيه الجنين وهنا ناحيه الام، ناحيه الام اللي هي بنسميها الماتيرنال سايد او الماتيرنال سيركوليشن. الماتيرنال سيركوليشن رايح للرحم بتاع الام الدم من اليوتراين ارتري، ويطلع الدم منه عن طريق ما يسمى باليوتراين فين. البلاسينتا بقى اللي ما بين الام والجنين دي اللي هو الجنين جواها داخل الرحم، البلاسينتا يطلع منها امبليكال اي فين بيحمل دم مؤكسج او هاي اوكسجينيشن يوديه للجنين ويرجع للام عن طريق الامبليكال اي ارترز. هنا بقى نسبة الاكسجينيشن 80% ناحية الامبليكال فين، انما الامبليكال ارترز 55%. الرسمة اللي قدام حضرتك بتوضح الديجري اوف اكسجينيشن والبريشر اوف اوكسجين في الماتيرنال سايد وفي الفيتال اي سايد. نشوف الكاركترستكس اوف ذا فيتال سيركوليشن، بيقول البلاسينتا از سورس اوف اوكسجين فور ذا فيتس، يبقى البلاسينتا عرفنا ان هي اساس الاكسجين بتاع الايه بتاع الفيتس. الفيتس لانج ريسيف للزان 1% اوف ذا بلاد فوليوم، نو جاز اكسشينج اوكر ان ذا لانج، اللانج بتاع الجنين اللي بشاور على حضرتك عليها دي ما اشتغلتش لسه، دي يا دوبك يروح لها دم كده ويرجع منها. شايف الانيميتد دي الصوره المتحركه دي، بص الدم يا دوبك يروح لها يغذاها كعضو ويرجع تاني عن طريق البالمونري فينز للليفت اتريوم. فاللنج ما فيش جاز اكسشينج فيها، ده كلها بست مقفوله ما دخلهاش هوا لسه ما اشتغلتش. بنقول ان الرايت اتريوم اوف ذا هارت هاف هايست كونسنتريشن اوف ذا اكسجينيت بلاد، مع ان بيوصل له الدم من الكودا الفينا كافا هاي الاكسجينيت لانه ما بيستمرش فيه كتير، ده بيعدي على طول على الايه على الليفت اتريوم، بيبقى من الرايت اتريوم للليفت اتريوم على طول، وكميه قليله بتفضل فيه تنزل للرايت فينتريكل، ويحصل ميكسنج لما الدم يجي منين؟ من الكرينيال فينا كافا هنا او السوبيريور فينا كافا. بنقول بريزنس اوف زيونيك ستراكشرز، في تراكيب موجوده اللي قلنا عليهم امبليكال فين، امبليكال ارتريس، الدكتس فينوزس، الفورامن اوفال والدكتس ارتريوزس، دي كلها تراكيب هنشوف التغيرات اللي بتحصل فيها بعد الايه الولاده. What happens when the newborn take its first breath؟ لما الجنين يتولد خلاص بقى بيبي بقى مولود، لما ياخد اول نفس ايه اللي يحصل؟ نفكر شويه، لما الجنين يتولد هنقفل ايه الحبل السري، لما الجنين يتولد ايه اللي هيحصل؟ لما ياخد اول نفس ليه ايه اللي هيحصل؟ Let us to know. At birth the change from the fetal to the postnatal circulation happens very quickly. ده غير بقى الفيتال سيركوليشن او الدوره الدمويه الجنينيه، هتبقى دوره دمويه بتاعه مولود خلاص بقى فول بورن، اتولد خرج ليه الحياه ما بقاش جنين جوه الرحم.
أو اللي تشينج أر إنيشيتد باي ذا نيو بورن فيرست بريس، مع أول نفس للجنين أو البيبي خلاص اتولد وبقى مولود كامل، هيحصل إيه؟ هياخد أول نفس ليه، هتبدأ اللانج بتاعته تشتغل. تشتغل نتيجة إيه يا جماعة؟ نتيجة الاستيميوليشن اللي حصل. إحنا بنقطع الحبل السري، هنا هنتكلم على الحبل السري أو الأمبيليكال كورد لوحده في نهاية الجنرال إمبريولوجي، إنما دلوقتي بنقول إن الحبل السري بيبقى عبارة عن باندلز من البلاد فيسلز فيها الأمبيليكال فين سينجل فين وتو أمبيليكال أرتريز. أول ما يحصل استيميوليشن للرئة بتاع الجنين من الكولد إير أو التاتش أو الاستيميوليشن بتاع السكين، يحصل السنسور يبعت إمبالس أو نيرف إمبالس للمضلة أوبلونجاتا. المضلة أوبلونجاتا الأمر يجي للرسبيراتوري سنتر، يبدأ يستحس الرسبيراتوري سنتر في المضلة أوبلونجاتا، يبدأ الجنين أو الطفل المولود ده هوت البيبي ياخد أول نفس ليه، إنفانت دروزي فيرست بريس، هياخد أول نفس ليه، تبدأ اللانج تشتغل. نتيجة اللانج تشتغل نتيجة إيه؟ نتيجة إن الأكسجين هيقل عند الجنين أول ما يتولد، مفيش مصدر ليه، ما خلاص قطعنا عنه الحبل السري، قطعنا عنه الأمبيليكال فين اللي جايب له دم هاي الأكسجينيتد، بقى الأكسجين هيقل عنده، ثاني أكسيد الكربون هيزيد، مع السنسور اللي في الجلد الخارجية يبدأ يستحس المضلة أوبلونجاتا تشتغل الريسبيراتور سنتر، يبدأ يشتغل المراكز التنفس، يبدأ ياخد أول نفس إليه. البلاك كومنسس فلو ثرو ذا لانجز اند ذا بريشر ان ذا ليفت سايد بيكام هاير ذان ذا رايت سايد. بعد كده هتبقى دوره دمويه بتاع ادلت زي اللي احنا درسناها في الجنرال سيركوليشن وفي البلمونري سيركوليشن، يبقى الفيتا سيركوليشن دي هتختفي. از ريزلت ذا شانتس mentioned before closed، كل الشانس اللي حضرتك شفتها الممرات اللي بيعدي منها الدم دي هتقفل. احنا دلوقتي لسه في الجنين، دي الدورة الدموية الجنينية يا جماعة، ده الامبيليكال فين وعدى عن طريق الدكتس فينوس زي ما حضرتك شايف، راح للكودا الفيناكافا او الانفيريور فيناكافا ومشي في الممرات اللي احنا قلنا عليها كلها والفوريمن اوفال، ورجع تاني عن طريق الدم من الاورطة عن طريق الامبيليكال ارترز للبلاسينتا هنا. انما بعد الولاده بقى الصوره تتغير خالص، ده ما بقاش فيه امبيليكال فين خالص، احنا قطعنا الحبل السري واتقفل، الامبيليكال فين ده يتقفل وهنقول يتحول ليه، يتحول ليه الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر، والداكتس فينوزس كمان يحصل لها تليف وتتحول لما يسمى بالليجامنتم فينوزا، والداكتس ارتريوزس كمان تتقفل وتتحول لليجامنتم ارتريوزا، والامبيليكال ارتريز خلاص انا مش عاوز دم يروح لام تاني، مفيش ام ده اتولد خلاص، ما بقاش في علاقه ما بين الجنين والام، ده بقى فول بورن، بقى بوست نيتال سيركوليشن، يتحولوا بعد كده هنشوف لي الراوند ليجامنت اوف ذا يورينري بلادر. فدي بعد الولاده، قبل الولاده كان في فيتال سيركوليشن وتراكيب مختلفه وشانتس مختلفه اللي شفناها، انما بعد الولاده الشانتس دي بيحصل لها ايه او الممرات دي بتقفل. فنشوف بيفور بيرس وافتر بيرس، اهو ده الحبل السري هنا اللي بيصل ما بين البلاسينتا والجنين، ده الجنين جوه المشيمة اهو، ده فول او هورس فيتس اهو، جنين بتاع حصان جوه البلاسينتا، وادي الحبل السري، ده الحبل السري اهو اللي يطلع منه الايه الامبيليكال فين ورجع له الامبيليكال ارتريز، تمام. بعد الولادة بقى فول كامل، بقى مهر، بقى اتولد خلاص، فقطعنا الحبل السري. لما اتقطع الحبل السري اللي حصل يا جماعة، بدأت دورة دموية جديدة، كل التراكيب دي هتختفي، اللي هو الامبيليكال فين اللي كان مودي الدم للجنين، والامبيليكال ارترز اللي مرجع الدم للبلاسينتا تاني من الجنين للبلاسينتا، كمان الضغط اللي كانت هنا سميناها ايه ضغطس فينوزس، الفوره من اوفر شايف حضرتك الثقب اللي كان بينقل الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، الفوره من اوفر ده هيتقفل ويتحول لما يسمى بالفوصة اوفر، كمان الضغطس ارتريوزس اللي كانت بتنقل الدم من البالمونري ترانك دي للاورطه اهي لأنا بشاور عليها دي، هتتقفل هنا شايف، هتتحول لما يسمى بالليجامنتم ارتريوزم،
تغيرات بتحصل كتير بعد الولادة، دي الفيتال سيركوليشن او الدورة الدموجانية، دي بعد البيرث، ده برضو بيفور بيرث. نشوف التراكيب اللي قدامنا، ده الهارت بتاع الجنين، ده بيفور بيرث، ده معناه ان كده فيتس يعني جنين، وده نيو بورن. نشوف كده مع بعض، ادي الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فينتريكل، ده الامبيليكال كورد، امبيليكال اللي هو الحبل السري، ده الليفر وده الكودال فينا كافا وده الكرينيال فينا كافا ودي الاورطة وده البالمونري ترانك ودي الانتستين، ده البورتال فين هنا في الكبد، هنا الامبيليكال فين كبير اول احمر، ده الامبيليكال فين اللي بيحمل دم ومؤكسج. الالوان بتحكم معانا في درجة الاكسوجينيشن. الامبيليكال فين يا جماعه ده بعد الولاده يتحول لايه بقى؟ يتحول للراوند ليجامنت اوف ذا ريفر، الرباط المبروم للكبد اهو. يبقى الامبيليكال فين ده بقى قبل الولاده كان اسمه امبيليكال فين، بعد ما قطعنا الحبل السري وخلاص ما بقاش في علاقه ما بين الجنين والام، اتولد والمشيمه نزلت وقطعنا الحبل السري، خلاص قطع الحبل السري اللي هو كان موصل الامبيليكال فين ده، الامبيليكال فين ده يتحول لما يسمى بيه الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر. امال الامبيليكال ارتريز دي تتحول ليه؟ تتحول لما يسمى بالراوند ليجامنت اوف ذا بلادر، الرباطين المبرومين للمثانه البوليه، رباطين للمثانه البوليه بنسميهم الراوند ليجامنت اوف ذا بلادر. الدكتس فينوزس هتتحول هنا، يحصل لها تليف، اللي كان بتنقل الدم من الامبيليكال فين للكودال فينا كافا هتتحول لما يسمى بالليجامنتم فينوزم. كمان الفورامين اوفالي بيتسد ويتحول لايه؟ لفصه اوفالي، وهنشوف صور لها تباعا. كلوزد بعد الولاده، دي الثقب البيضاوي اللي موجود في الانتر اتريال سيبتم ما بين الاثنين اتريوم، ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، تتقفل وتحول للفصه اوفالي، يبقى الفورامين اوفالي بيتحول لفصة أوفالية أو الحفرة البيضوية. كمان الدكتس أرتريوزس اللي كانت واصلة ما بين البالمونري ترانك والأورطة هتتحول ليه يا جماعة؟ تتحول ليه لجامنتم أرتريوزم. اليونيك ستراكشرز أو التراكيب الفريدة اللي هي بيحصلها تغير أو تشينجز بعد الولادة من الفيتال سيركوليشن للنيوبورن سيركوليشن. الامبيليكال فين، الامبيليكال فين اللي كان واصل ما بين البلاسينتا وما بين الكودال فينا كافا، ادي الامبيليكال فين. نتعرف على اجزاء الرسمه اللي قدامنا، ده في الهورس، ده الليفر، ده اليورينري بلادر او المثانه البوليه، ده الامبيليكاس منطقه السره. الامبيليكال فين، الامبيليكال فين ده هيبقى بيكمز راوند ليجامنت اوف ذا ليفر اهو، يتحول للراوند ليجامنت اوف ذا ليفر. يبقى الامبيليكال فين اللي هو الوريد السره هيتحول ليه يا جماعه؟ هيتحول للراوند ليجامنت اوف ذا ليفر. الامبيليكال ارتريز، الاثنين ارتريز دول اللي احنا شفناهم في الدوره الدمويه الجنينيه بعد الولاده خلاص مش محتاجينهم، ده كله كده كان جوه المشيمه، خلاص ده بقى نيو بورن، بقى مولود جديد. الامبيليكال ارتريز هتتحول لايه؟ يتحولوا لرباطين لليورينري بلادر، نسموهم ايه؟ الراوند ليجامنت اوف ذا يورينري بلادر، يتحولوا لرباطين مبرومين او الراوند ليجامنت اوف ذا يورينري بلادر للمثانه الايه؟ البوليه. بعد كده الدكتس فينوزس، الدكتس فينوزس اللي هي كانت واصله ما بين الامبيليكال فين اللي انا بشاور لحضرتك عليه والكودال فينا كافا، الدكتس فينوزس دي بعد الولاده احنا مش محتاجينها في حاجه، تحصل لها تليف وتتحول لايه؟ لجامنتم فينوزا. يبقى الدكتس فينوزس اللي كانت بتوصل الدم، قناه ربنا خلقها عشان توصل الدم من الامبيليكال فين للكودال فينا كافا، يحصل لها تليف بعد الولاده وتتحول ليه يا جماعه قدام حضرتك ايه؟ لليجامنتم فينوزم. بالشكل ده كده ادي الليجامنتم فينوزم، عباره عن قناه متليفه كانت بتصل ما بين الامبيليكال فين والكودال فينا كافا، سميناها ايه بعد الولاده ما حصلها تليف بقى اسمها ايه؟ ليجامنتم فينوزا. الفورامين اوفال، الفورامين اوفال ده كلوزد شورتلي افتر بيرث،
فيوزد كومبليتلي ان فيرست يير. يجي يقول لك ده الطفل ده اتولد وفي ثقب عنده في القلب. الثقب اللي في القلب ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ثقب اسمه فورامين اوفال موجود في الجنين فاتح ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم ما بين البهو الايمن والبهو الايسر لان في مكان فاضي في الانتر اتريال سيبتم. الثقب ده سميناه فورامين اوفال اللي هينقل الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. الثقب ده بعد الولادة يتقفل لما يسمى بالفصة اوفالي يسيب لي حفرة كده نسميها ايه؟ الحفرة البيضاوية اللي هي الفصة اوفالي. نبص مع بعض كده في الصورة دي ادي الاوفال فصة او الفصة اوفال دي. الفصة اوفال دي الحفرة دي. الحفرة دي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثقب في الجنين. ثقب ما بين ايه وايه؟ ده فتحة كانت فتحة ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. بعد الولادة تتحول ليه لحفرة بالشكل ده. السيبتم ده الفاصل ما بين الاثنين اتريا ما بين البهوين او الاذينين دول قفل خلاص بس ساب لي ايه؟ ساب لي حفره. الحفره دي بنسميها الفصه اوفالي. بقى الارضيه بتاعتها او الفلور بتاعتها اللي هنشاور عليها دي عاملها ايه؟ عاملها السيبتم برايمم الفاصل الاولي اللي كان في الجنين. انما الحافه بتاعتها اللي حواليها دي بقى اللي هنشاور عليها بالسهم الاحمر دي الانيولاس بتاعها او الحواف بتاعتها عملها ايه؟ عملها السيبتم سكندم. فبقى الفلور اوف ذا فوسا اوفالي او الحفره البيضيه عملها السيبتم برايمم انما الانيولوس او المارجن بتاعها ده عملوا ايه؟ عملوا السيبتم سكندم. والسيبتم سكندم كان عامل فالف لايك استراكشر بيوجه الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. فقفل الثقب البيضاوي دوت او الفورامين اوفال تحول للفصه اوفالي بالشكل ده بقى لها فلور وليها انيولوس او ليها مارجن عملوا السيبتم سكندم. الدكتس ارتريوزس اللي هي القناه دي الدكتس ارتريوزس قدام حضرتك هي الدكتس ارتريوزس بعد الولاده احنا محتاجين اللي كانت بتجمع ما بين البلمونري ترانك او البلمونري ارتري والاورطه خلاص بتقفل وتتحول ليه يا جماعه؟ تتحول للليجامنتم ارتريوزم او كلوزد سون افتر بيرس اند بيكام ليجامنتم ارتريوزس ان اباوت 3 مانثس. ده في اليوم بعد 3 شهور في خلال 3 شهور تكون قفلت دي اللي هي الدكتس ارتريوز تحول ليه ليجامنتم ارتريوزم. ليجامنتم ارتريوزم دي قلب بتاع جنين دايجراماتيك ريبريزنتيشن للهارت بتاع الفيتس وده قلب بعد الولاده نيو بورن مولود خلاص بالشكل ده كده. ادي الاورطه يا جماعه وادي البلمونري ترانك. الضغط اللي ما بينهم دي قفلت هنا ايه وتحولت لايه؟ لليجامنتم ارتريوزم. ليجامنتم ارتريوزم اللي هو الرباط الشرياني بقى القناه الشريانيه اللي كانت بتجمع ما بين الاورطه وما بين البلمونري ترانك. البلمونري ترانك الدم اللي معظم جاي فيه يروح للاورطه عن طريق القناه الشريانيه دي. القناه دي تقفل وتتحول لايه؟ للرباط الشرياني. الرباط الشرياني اللي هو بنسميه ليجامنتم ارتريوزم. عملنا لحضرتك دياجرام اهو نشوف يونيك ستراكشرز او التراكيب الفريده في الفيتال سيركوليشن اللي هو اول حاجه درسناها قلناها يا جماعه قلنا ايه؟ الامبليكال فين. الامبليكال فين اللي هو الوريد الايه؟ الوريد السري. الوريد بتوين ذا بلاسينتا اند امبليكس كاري اوكسجين اند نيوترانت تو ذا فيتس فروم ذا بلاسينتا. يبقى بينقل النيوترانت ماتيريال الاوكسجين من البلاسينتا للفيتس. بيقفل بيتحول ليه يا جماعه؟ قلنا للراوند ليجامنت اوف ذا ليفر. يتحول ليه الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر كان اسمه امبيليكال فين. بعد الولاده يتحول ليه؟ يتحول للراوند ليجامنت اوف ذا ليفر لان احنا بنتكلم هنا على تشينجز ان ذا فيتال سيركوليشن ات بيرث. لما يبقى نيو بورن يبقى بيبي خلاص اتولد ايه اللي بيحصل؟ الامبيليكال فين يتحول للراوند ليجامنت اوف ذا ليفر. تاني تركيب قلنا الامبيليكال ارترز هنا فين واحد سنجل فين اللي هو الليفت فين انما هنا اتنين ارترز. الاتنين ارترز بتوين ذا انترنال ايلياك ارترز اند ذا بلاسينتا كاري دي اوكسجينيتد بلاد اند ووست برودكتس فروم ذا فيتال سوبلاسينتا. يتحولوا لايه يا جماعه؟ يتحولوا للراوند ليجامنت زينا بلادر قلنا بيتحولوا ليه الرباطين بتوع اليورينري بلادر. تالي التركيب سمعنا عنه هنا في الفيتال سيركوليشن اللي هي الدكتس فينوزس. الدكتس فينوزس قلنا بتوين ذا امبليكاس اند كودا الفينا كافا باي باز بلاد فروم ذا ليفر تو ذا كودا الفينا كافا فروم ذا امبليكال فين. يبقى بتعدي الدم من الامبليكال فين للكودا الايه فينا كافا. تتحول ايه دي يا جماعه؟ تتحول للليجامنتم فينوزم. تتحول للليجامنتم فينوزم اللي هي الدكتس فينوزس او القناه الوريديه دي تتحول للليجامنتم ايه فينوزم.
رابع تركيب كان الفورامين اوفالي. الفورامين اوفالي ده بتوين ذا رايت اند ليفت اتريا، ما بين الاثنين اتريا، جمع اتريوم اتريا اللي هما البهوين او الاذنين اللي اسمه متعرف عليه، رايت اند ليفت اتريا باي باز بلاد فروم ذا لانجز تو ذا ليفت اتريوم فروم ذا رايت اتريوم، بتنقل الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، ودي كلوزد شورتلي افتر بيرث وفيوزد كومبليتلي في 1 يير. ممكن يستمر الثقب دوت موجود لحد واحد يير، يتحول لايه؟ للفصه اوفالي او الاوفال فوسة. اخر حاجة اللي هي الدكتس ارتريوزس. الدكتس ارتريوزس بتجمع ما بين الاورطة والبلمونر ترانك، ودي كلوز دسون افتر بيرس، وبيقام يا جماعة تبقى ايه؟ لجامنتم ارتريوزم، لجامنتم ارتريوزم. يبقى دول اليونيك استراكشر او الفايف يونيك استراكشرز، الخمس تركيب فريدة موجودة نسمعهم بس في فيتال سيركيوليشن. أو قبل الولادة بنسميه فيتاس، بعد الولادة بنسميه نيو بورن. ده نفس الكلام عملناه لحضرتك في جدول، تشوف التغيرات اللي بتحصل في الخمس تراكيب دول تقدر تستعين بيه، كل تركيب بيتحول لإيه بعد كده. ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ وات ار ذا كونجينيتال ديفكت ارايز وين ذا شانتس فيل تو كلوز افتر بيرث؟ ايه اللي ممكن يحصل يا جماعه لو ما حصلش ان الشانتس او الممرات دي او الدوره الدمويه الجنينيه خلت على وضعها بعد الولاده؟ ده هيحصل ايه؟ هيحصل ابنورماليتيز ان اناتومي، تمام. هيحصل حاجات غير طبيعيه في الترشيع بتاع الجهاز الدوري او الدوران الدم داخل النيو بورن، داخل المولود الجديد بقى ده. ريزيستنس اوف ذا فيتال سيركيوليشن بينت اور اوبن داكتس ارتريوزس. الداكتس ارتريوزس دي يا جماعه لو استمرت، وايه تاني؟ وبينت فورامين اوفالي. الفورامين اوفال ده او الثقب البيضاوي اللي هو ما بين الاثنين اتريا يخليه مستديم او موجود على طول، ده هيعمل ايه؟ هيعمل ديستربنس في السيركيوليشن بتاع المولود. هو اتولد خلاص المفروض السيركيوليشن بتاعته تبقى الطبيعيه، انما لو حصل بريزيستنس ليه الدكتس ارتريوزس وبريزيستنس ليه الفورامين اوفال بيحصل مشاكل في المولود، مش هيبقى الدم بتاعه سريانه الطبيعي لان اللنج بتاعته في الوقت ده اشتغلت، فبنسميه بينت دكتس ارتريوزس وبينت فورامين اوفال. اتش از ا كونجينيتال هارت ديفكتس، دولت عباره عن عيوب خلقيه او تشوهات خلقيه في القلب بتاع المولود. Both causing a mixing of the oxygen rich and oxygen poor blood. يحصل mixing للoxygenated والnon-oxygenated blood. الoxygen non-oxygenated اللي هو في الرايت سايد والهايلي اوكسجينيتد اللي هو اللي في الليفت سايد، يحصل لهم mixing نتيجة وجود الدكتس ارتريوزس ووجود الفورامين اوفالي اللي هو الثقب اللي ما بين الاثنين اتريوم، وده مش هيخلي الدورة الدموية بتاع المولود بالكفاءة المطلوبة. تلاقي بقى حصل ايه؟ حصل سيانوزس عند المولود ده، هو زرقان في الشفايف لان الدم بتاعه مش ماشي في مساره الصحيح نتيجة استمرار القناة الشريانية والثقب البيضاوي ده، او بلاد ريشنج تيشن فول اكسجينيتد، والدم هيبقى مختلط عنده زي دم الجنين. دم الجنين احنا بناخد دم هايلي اكسجينيتد من الام نوديه للجنين ونرجع للام اللو اكسجينيتد عشان يعاد اكسرشته تاني او تحميله بالاكسجين، انما خلاص ده اتولد ما عندوش مصدر غير الرئتين بتوعه للاكسجين، فيحصل اختلاط للدم داخل القلب، ودي بتعتبر كونجنتال ديفكتس. العلاج بتاعها بيبقى سيرجيكال كوريكشن زي ما حضرتك شايف كده، ادي الدكتس ارتريوزس قفلوها سيرجيكال، قفلوا الدكتس ارتريوزس القناه اللي بتصل ما بين البلمونر ترانك والاورطه دي عشان يعملوها تصحيح جراحي بعد الولاده. لو اتولد الجنين واستمرت هذه القناه بعد الولاده، لا ده بيتدخلوا جراحيا ويقفلوها. كمان الاوفال فورامين اهوت موجود اهو، يعملوا له ايه؟ يدخلوا شيس من الفينز عن طريق قسطره ويبداوا يقفلوه ببليت كده او بشيس اهو انترافينوس شيس، يدخلوه يقفلوا له الثقب ده عشان الثقب ده يتقفل. فيتال فيرسس نيو بورن سيركوليشن. لما نشوف بقى الفيتال سيركوليشن والنيو بورن سيركوليشن، نلاقي ان الفيتال سيركوليشن بيبقى لو بريشر سيستم، الضغط فيها قليل في السيركوليشن عموما عشان قلب الجنين ده لسه
رقيق صغير مش مستحمل الضغط العالي، فبيوصل له الدم بالضغط المناسب من الام عن طريق الامبليكال فين. انما لما يتولد خلاص بقى تنفس وبقت دوره دمويه كامله، بقت هاي بريشر سيستم، دي الدوره الدمويه في المولود. انما كمان في الجنين رايت تو ذا ليفت شانتنج، من الرايت للليفت بينتقل الدم من الرايت للليفت سايد. انما في الدوره الدمويه العاديه في النيو بورن بتبقى ليفت تو ذا رايت. الاساس في الدوره الدمويه العامه هو الليفت سايد، الليفت اتريوم والليفت فنتريكل زي ما شفنا في الجنرال سيركيوليشن. كمان ايه؟ كمان اللانجس هنا بتبقى نون فانكشن، انما اللانجس هنا فانكشن، اللانج هنا مش شغاله، كولابسد، عليها فلويد كتير من الخارج، الامنيوتيك فلويد مقفوله ما بتشتغلش، الدم اللي بيروح لها دوبك يغذيها. انما الدم اللي رايح هنا لللانج بعد الولاده رايح دم يحمل بالاكسجين، دم فانكشن خلاص شغاله فيها هواء، بدا عمليه الايه؟ التنفس. انكريز البالمونري ريزيستنس، ضغط الرئه هنا بيبقى عالي. عالي ليه يا جماعه؟ لانها مقفوله بتقابل الدم بقوه، الدم يا دوبك وصل لها 1% الدم، انما هنا الدم يوصل لها كتير، فديكريز البالمونري ريزيستنس. كمان هنا ديكريز السيستميك ريزيستنس، السيستميك ريزيستنس بتاع السيستميك سيركوليشن قليله، انما هنا تزيد السيستميك ريزيستنس، لان القلب هنا اشتغل بكفاءه خلاص، بقى فول بورن، بقى مولود قلبه شغال بالكفاءة المطلوبة. انما هي كان القلب ضعيف، فالسيستميك سيركوشن بتبقى الريزيستنس بتاعتها قليلة عشان قلب هنا مش بالقوة الكافية. ده كان الفروق ما بين الفيتال والنيو بورن سيركوليشن، او فيتال فيرسس زي نيو بورن سيركوليشن. النورمال فيتال هارت ريت، معدل دقات القلب في الجنين بتبقى عالية بحوالي 110 ل 160 بيت بير مينت، بتبقى عالية. ده سونار للقلب بتاع الجنين. معدل دقات القلب في الجنين عالي، الفيتال هارت ريت بيبقى عالي، اللي بنظره بالاف اتش ار ده عالي. ليه؟ علشان يوصل دم للبرين بتاع الجنين والاجزاء الجسم بتاع الجنين. القلب بتاع الجنين بينمو في الميد اوف ذا ثيرد ويك اوف جاستيشن بيريود، او تقريبا في منتصف الاسبوع الثالث او بنهايه الاسبوع الثالث يبدا القلب بتاع الجنين يشتغل، يكون يكون اول سيستم بيتكون من الكاردوفاسكولار سيستم في الجنين. هنا برضو حطينا لحضرتك الريليشن ما بين السايز اوف ذا انيمال اند اتس هارت بيت. الهارت بيت كل ما كان الكائن صغير كل ما كان الهارت بيت بتاعه عالي. يعني عندنا في البيت حوالي 750 دقه في الدقيقه، شوف الكامل بقى 30 دقه في الدقيقه، فبنلاقي كل ما الحيوان كان صغير في الحجم كل ما كان الهارت ريت بتاعه ايه؟ اعلى. يعني في الصوره اللي تحت ديت شايف القلب شغال ببطء كده، هو ده طبيعته لانه في حيوان ضخم. انما لو حيوان صغير زي العصافير زي الوطويطة فبتلاقي الهارت ريت بتاعه عالي. ففي الجنين بيبقى الهارت ريت اعلى معدل من المولود، وكمان بعد الولادة الحيوان اللي حجمه صغير بتلاقي معدل الهارت ريت بتاعه اعلى من الحيوان الكامل.
وإلى هنا ينتهي حديثنا، دمتم في رعاية الله وأمنه، ولكم مني أطيب الأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.